صحاب الغاليين عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. تعال نشوف السوشي الحلو ده اتعمل ازاي بطريقة سهلة ومش بيكلف، زي ما احنا نروح مثلا نشتري كم واحدة كده يقولوا لنا بالشيف في العادي، في البيت نجيب كل حاجة ونعمله بكل سهولة. يلا بينا نشوف الطريقة. ادي كده زي ما شايفة معايا حلة فاضية ما فيهاش ولا زيت ولا اي حاجة، ده رز مصري. اوكي هحطه واحط مية باردة واخليه يغلي، بعد كده اوطي النار واحط شوية ملح لاني بعدين هحط حاجة تاني فمش عايزة ايه يبقى مالح معانا، هنعمل حاجة مختلفة. عادي زي ما شايفة معايا كده المية كده غلت، غطي عليها تاني وحوطي النار لغاية لما يستوي خالص، انا عايزة يستوي خالص. معايا كده خيارة، هنعمل التحابيش بتاعت الاكلة بتاعتنا، وأدي رجلين الكابوريا بتكون كده جاهزة عندينا، فبرضو هقطعها وهقطع يعني مثلا أجيب الكابوريا كده وأقيس الخيار أنا عايزة أقطعها إزاي. هنقطع رفيع ما تكونش تخينة، يا ترى اتوقعتوا أنا هطبخ إيه؟ هعمل إيه أكل النهاردة؟ أكلة سهلة ما بتاخدش وقت وحلوة للناس اللي بيحبوا السي فود. ممكن نعملها برضو بجمبري، أنا معاي سامن برضو سموك سامن هادي كده، و دي الكابوريا رجلين. الكابوريا هقطعها على نصين بالطريقة دي. ادي كده زي ما شايفة معايا الرز استوى، انا عايزاه بالطريقة دي، هخليه يبرد خالص عشان بعد كده نشتغل فيه. هخليه فاتح كده وازيحه من النار، بنلاقيه عند الناس الصينيين، فهحط ملعقة كبيرة وادوق بعد ما اقلب. شايف الرز متماسك كده، انا عايزاه كده. ادي كده دي بتاع السوشي، الحته دي لو شايفاها ناعمه ودي الخشنه، فهنحطها بيكون عندنا زي دي عشان يساعدنا ان احنا نعمل سوشي، فحط الناعمه من تحت زي ورق العنب، واجيب الرز واحط الرز، وهنا الحشوه اللي انت تحبيها. بعد كده نجيب الرجلين بتاعت الكابوريا بتاعتنا والخيار، دي هقطعها على حسب المقاس برضو مع الخيارة. بعد كده اجيب امسك دي كده واقعد ايه ماشية الف، انا وبلف اضغط بالطريقة دي زي ما شايفة كده، اللي طلع الدم مش مشكلة، نشيل الزيادات ونعمله منظر. ممكن هنا نجيب مية ونثبته بالمية، هذه كده بصباعي بس ايه عشان ايه اثبتها، عشان من اجي اقطع بالسكينة ياخذ الشكل اللي انا عايزه. هوريك التقطيعة، بس انتي التقطيعة اللي انتي تحبيها، يعني تحبيها كبيرة صغيرة، المهم ادي كده تكون السكينة حامية عشان ايه تعرف تقطع بالطريقة دي. شايفة؟ ونجيب طبق فاضي ونحط فيها لغاية لما ايه خلص الكمية كلها. وطبعا هو بيتاكل بالصويا صوص في الاكل بتاعه، وعنده كده صوص تاني اوريكي اسمه اوسابي، هو ده سخن شوية بس بدي طعم، بيودي السوشي في حتة تانية. المهم نخلص الرولة بتاعتنا كده وهخلص كل الكمية وبعد كده اوريكم. ادي كده زي ما شايفة معاي خلصت السوشي بتاعي، ادي كده عملت شوية بالجمبري، وعملت كده دورتهم كده، معلش بس ما نسيت اصورهم، دورتها كده وحطيت ده سامن مدخن ودي صويا صوص. فبنجيب بولة كده
بنحط صويا صوص، نعبي البولة بتاعتنا بالصويا صوص، ونجيب مثلا الأوسابي دي، بس نخلي بالنا عشان اللي بيحبه كتير يحط كتير. نحط كده كده مثلا، اخترتنا دي نحطها كده. طبعا السوشي ليه تكنيك في الأكل يا جماعة، فادي ده كده. وأجيب الاستكس بتاعتي دي، أنا مش شاطرة فيها قوي، بمسكها كده وأحطها هنا في الصويا صوص وأكل. ادي كده وصفة النهاردة خلصت. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لماي شانل مع أسرار المطبخ مع سوسن، لغاية لما تيجي فيديو جديد إن شاء الله.